أيضا قبل قليل في كلمته المقتضبة عن أزمة الرهائن في الدائرة 11 وقاعة المؤتمرات باتاكلون، قال بأننا سنقوم، أي ستقوم فرنسا، بجميع التدابير اللازمة تجاه أزمة الرهائن. نذكر بأنه حوالي 100 شخص محتجز، وهذا حسب تصريح أو حسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد بريس، حوالي 100 شخص محتجز في هذه القاعة، قاعة المؤتمرات في الدائرة 11، أين كانت تحتضن أو كان هناك حفل لفرقة روك أمريكية، وكان يحضره حوالي 100 شخص، قد يتجاوز هذا العدد، نعم قد يتجاوز هذا العدد 100 بقليل أو ينقص من ذلك. إذن القضية الأخطر الآن أمام فرنسا والرهان الصعب هو أزمة رهائن في قاعة مؤتمرات. كيف سيكون سيناريو هذه الأزمة؟ هل ستكون مشابهة لما حدث في المتجر اليهودي لبيع اللحوم في فرنسا؟ نعم، طيب مشاهدينا نترككم مع هذه المشاهد من العاصمة الفرنسية باريس والاستنفار للقوات الأمنية، ونوافيكم بالجديد خلال هذه التغطية. Je suis venu par là. Ouais, mais on ferme tout là.